طيب، هذه المسألة فيها موطن اتفاق، وهو جواز الأمرين، يجوز النزول على اليدين، يجوز النزول على الركبتين، ولكن البحث بين الفقهاء في الأفضل هل ينزل على اليدين أو ينزل على الركبتين، وخلافات الأفضل هذه لا ينبغي أن تكون محل خلاف واختلاف وتنازع بين الشباب، خصوصا في المجتمعات التي يفشو فيها يعني الشرك وغير ذلك، فآخر ما نتنازع فيه مثل هذه الأمور، وإنما تبحث بحث علمي يعني هين. الذين قالوا بترجيح النزول على الركبتين استدلوا بحديث ولينزل بيديه وليضع يديه وليضع ركبتيه قبل يديه لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير، وهذا الحديث ضعيف، واستدلوا بالمروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل على ركبتيه يبرك كما يبرك البعير. وأما الذين قالوا أن النزول أفضل على اليدين استدلوا بالرواية النفس الزكية لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذه الرواية حقيقة فيها ضعف من ناحية أن النفس الزكية يروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذه سلسلة معروفة، وهو انفرد بها من دون جميع أصحابهم، وهو أصل رجل مقل وكان يعتزل. واستدلوا أيضا بعضهم استدل بلفظ الهوي، كان يهوي إلى السجود، والهوي يقتضي النزول السريع، وهذا متوفر في مسألة النزول على اليدين أكثر من غيره. واستدلوا أيضا بمسألة ويثني وكنا لا نحني ظهورنا حتى يستوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، وقالوا هذا موحن بأنهم كانوا ينزلون على أيديهم، وهذه كلها أدلة ظنية من ناحية النظر وليس فيها شيء قطعي. وذهب قتادة إلى استواء الأمرين، إلى استواء إلى 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 أنه يعني تنزل بهما، وبعض الناس قال السنة أن تنزل معا، وهذا غلط، كلمة السنة لأن المسألة ليست يقينية فلا يلزم بشيء، ويبقى الأمر واسعا جدا جدا، والنزاع فيه هين، نزل على يديه وعلى ركبتيه صلاته صحيحة ولا يأثم باتفاق أهل العلم خلافا لبعض شذاذ الظاهرية.